This is the village of Husayniyyah in northern Syria, but it has been razed to the ground and its inhabitants displaced. There were Arab families who lived here for decades. The village was obliterated and its people pushed out by the YPG, the military wing of a Kurdish political party, seizing control of the area. They are not alone. اسلوب كلهم هالجرا هالحين وجهوا الرصاص فوقنا لا بدكم تطلعون قصبا عنكم بدكم تطلعون جابوا التركسات بلشوا يكسحوا بالبيوت بيت بيت إلى من ما خلصت القرية بالكامل خلي يا أنت صار لك شقد تبني بهالبيت خلي هلا أنا بساعة ما خليت شيء The Kurdish political party, the PYD, has taken control of three separate enclaves in the north and established an autonomous administration within Syria after decades of discrimination against Kurds. Areas under their control were under attack by ISIS fighters, which controlled neighboring territories. At the end of 2014, a coalition led by the United States bombed ISIS targets in the area, allowing the administration's military to push back ISIS and gain more ground. Allegations surfaced that as YPG forces expanded their control, they were forcing Arab and Turkmen families to leave the area because of long-standing grievances or retaliation for alleged support of ISIS. Civilians were told to leave their homes by the military, the YPG, and by the police force called the Asayish. مع عوائل كاملة لا ولكن في بعض المناطق الخطيرة هناك حالات قليلة جدا نتيجة خطر الإرهاب تم إبعاد عوائلهم من المنطقة لأنه يا جماعة شيلوا أغراضكم من فضلكم وإذا بتطلعوا من هاي المنطقة بيكون كويس لبين ما تنتهي الحرب. But we saw homes destroyed and families who had no hope of returning. قلت له أنا إذا حرقت بيتي مثلا أو هجرتني أنا يعني خلاص البيت راح أنا أجيب خيمة وجنب البيت يعني بغير بأرضي بغير مكان يعني ما تفرق معي المهم أظل بأرضي ببيتي بغير إذا كان السبب هو البيت يعني أنتم بدكم تحرقون البيت قال لأن إحنا مشكلتنا مو مع البيت مشكلتنا مع أشخاص البيت يعني Basma believes she was targeted by the YPG because her brother-in-law was a member of the Free Syrian Army, another opposition group that YPG forces clashed with. After her home was burned, she went to Turkey where we met her. شو الأسباب؟ قلنا منطقة عسكرية. في واقع الحرب له واقع مع الأسف اللي بيتضرر بالأول والأخير هو الإنسان المدني. هي نحن بنعرفها يعني. هناك إطلاق نار وهناك سيارات مفخخة وهناك قصف طيران وهناك مدفع. يعني كل صنوف الأسلحة تستخدم. إذا فالحل الأنسب هو إبعاد هؤلاء المدنيين من خطوط التماس إلى أن تهدأ الأوضاع أو يبعد خطر تنظيم داعش عن المنطقة على القليل. هذا لا يعني بأنه هناك تعسف أو هناك تهجير أو هناك حملات ممنهجة لإبعاد السكان الأصليين من المنطقة. بكل تأكيد لا يوجد شيء من هذا القبيل. But we interviewed dozens of civilians who were displaced from their homes despite being far from the front lines and despite no reports of landmines in their areas. قلت لهم اعطوني شنطات ملابسي قول لا بيها بوم تنفجر علي ايش اقول لهم انا مسؤوله عنها اذا بيها بوم انا واحد يعني اذا واحد هو شايل شنطته ما يعرف اذا بيها بوم ولا لا سلوك تيجي تا يجون يعني يجيبون عفشهم تا يفوتون على بيوتهم ما يخلونهم يجون يقولون انتم انسوا سلوك ما لكم بيوت هنا انتم داعش كانت عندكم طيب احنا مو كيفنا لما كانت داعش عندنا The city of Sluk was held by ISIS until June 2015. Civilians who had fled under ISIS were prevented from returning to their homes, and those who stayed were forced to leave by the YPG. Residents say they are now being punished for a small minority who supported ISIS. تركت أغراضي كل شيء عندي محلات عندي محل ابني
وبيتي كله ترفته برضو جي. اجوا بدكم طالعوا قال والله عم يدخلوا الدولة الإسلامية لهون بيذبحوا الولاد. قلنا له خيو احنا ما نطلع طالعين. قال بعد شوي يخبر عليكم الطيران بيضربكم. قلنا له خيو اذبحنا ببيوتنا أحسن ما نطلع. أقرب جبهة لأن هلا اليبكة حاليا هن القرية تتجاوز من 25 كيلو متر. هلا جبهة بيناتهم هو الدولة الإسلامية. ما بدي أروح أتهجر وأروح أخيو مصروف. أنا عندي 10 أشخاص يعني مصروف لإلن. وذي كل عمليات الترحيل التي حصلت في روجافا لا يتجاوز 25 عائلة. وأنا مسؤول عن كلامي بحكي لكم بالأرقام. إذا قدرتوا تبرهنوا أنه موجود 26 مش 25 أنا مسؤول عن كلامي. It wasn't until after we met with Radur and Juan that we heard about the town of Hussainiye. كل القرية حوالي شيء 90-95 بيت قاموا يحرقون. بعدها جابوا تركسات وقاموا يهدون. معركة صارت بين داعش واليبك. احنا شو علاقتنا؟ The YPG had lost soldiers in a clash with other armed groups a year earlier, and residents say their village was destroyed in retaliation. يعني هسا بيت اخوي هذا ايش كثر يعمره؟ من يعمره هذا؟ مو حرام؟ المطلوب الريد. احنا نريد تعويض. نريد تعويض. تعويض من منازلنا لانه ما عاد ظل عندنا امكانيه نعم. مؤسسات الاداره الذاتيه مجبره على أن تؤمن لهم السكن سواء في مخيم أو سواء في قرية أخرى أو تقدم الاحتياجات الإنسانية وإلى ما هنالك. Thousands of people were displaced by YPG forces in these areas. Not one of the civilians we spoke with was offered compensation for damaged property, and no one was offered an alternative place to go. The local administration has an obligation to compensate these families for what they've lost.